أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا منذ قليل أعلن فيه غياب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة مواجهة جيرونا. ويلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره جيرونا في إطار منافسات الليجا مساء السبت من أجل الابتعاد أكثر في صدارة الدوري. وشهدت القائمة غياب رباعي دينيس سواريز، أندري جوميز، إيري مينا وباكو الكاسيري. وجاءت القائمة كما يلي: تيروشتيجينا سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيت، سانييستا، لويسا سواريز، شرطة، ميسي، ديمبلي، سيليسين، كوتينيو، باولينيو، ألبا، دينيه، روبيرتو، فيدالا، أومتيتي، فيرميلين.